اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تي في في حلقه جديده من برنامجكم هدر الزنقه. الكلمه اللي اختارت لكم في هذه الحلقه هي كلمه مطنق. بغيتي تعرف شنو كتعني؟ ناخذ اراء الناس ونرجع نكمل معكم. السلام عليكم. عليكم السلام. صافا خويا؟ الحمد لله بخير. تعطيني شي دويره؟ مرحبا. ترد فيني ولا تعطيني بيكال؟ نعطيك بيكال. الله يحفظك ليا. بغيت نسولك كريم، ما معنى كلمه مطنق؟ مازال الدراري اللي معايا 10 كنكونوا كنضحكوا مع بعضياتنا، تيقول لك مطنق، كتقول لي انت مكمبل وغاداك. ممكن يبداو كاملين بالميم. عادي. مطنق مكلخ، شي واحد ما عندوش العقل، شي واحد ما كيفهمش. وهذه هي كلمه مطنق. معناتها مطنق هو ما فاهمش. مطنق هي بحال قلتي ماشي راجل. مطنق ما كيسواش. فهمتش؟ بليد احمق. احمق كاع مدمدم كلخ مكمبل بزاف. كمبل شنو كتعني انت عندك مكمبل؟ كانيبال جاي من كانيبال، والسورس ديالها من كانيبال. بارك الله عليك. انت عمر شي واحد قال لك راك مطنق؟ بعد مرات شنو كيقولوا لك؟ طنق مسطي مكلخ. وانت كتحس براسك نيت مطنق وانت مدهصص؟ وانت عمر شي واحد انت كتحس براسك مدهصص؟ لا، فاش كدير شي لعيبه من الشلي تيقولوا لك مطنق مدهصص. عادي، مجتمع اللي تربينا فيه مطنق راه عادي. والله ما نكذب عليك اخويا، راه حاشا ولينا كنشوفوا شي حاجه في التلفازه كثار من داك الشيء اللي كتشوفوا في الزنقه. مزفت مطنق ما تيفهمش مطمس. كاين عده مصطلحات، ولكن المصطلحات حنا تنهمهم غير على المجتمع ديالنا، حنا تنهمهم بعد تيكون اكثريه في ديك الطبقه الشعبيه ملي تيعتنوا بها. دمدومه وشي وقيله جديده ياك. شخصيا لا، ولكن انا كنقولها. شنو كتقول؟ كنقول نطنق لشي واحد اللي كتقول ليه دير شي حاجه كيديرها ناقصه، ولا ما كيديرهاش كاع، ما كيفهمهاش، غبي. المهم كيقولوها يعني الشعب فوالا، يعني كيقولوها على شي واحد اللي ما كيفهمش. اللي ما كيفهمش يعني كيكون بليد، اما هذاك الشيء يقول نطنق، ولكن كتجي من الاحياء الشعبيه اكثريا. كتقولها عادي، كتكون مع صحابك كتقولها في اي دوف شي موضوع بحال هكا، بعضياتكم كتقول ليه المطنق، زعما يعني المكلاخ، شي واحد اللي بليد كنقولو ما كيستوعبش. بحال هكا ما كيستوعبش. عمرت واحد انت قالك مطنق ولا قلتي مطنق لشي واحد؟ عمر شي واحد قال لي مطنق؟ انا الوالده هي اللي خرا، ما كتقولش لي مطنق، حيت انا هو اللي عزيز عليها في الدار. واحد انت ماشي مطنق. ماشي مطنق. عيب تقولوا مودي، حنا تربينا في واحد المجتمع كنحتارموا التقاليد ديال الدار والتقاليد ديال الزنقه بوحدهم. ماشي مصطلح ديالي غادي نقول لشي واحد مطنق، لان الانسان حجر وطوب. لان اللي بغيتي تعرف بنادم مطنق خصك تعاشر معاه. متفق معايا؟ متفق معاك. بنظرك هذه الكلمه هذه شنو الاصول ديالها؟ منين جات؟ مادام ما بين الدراري كيقولوها، بحال قلتي غالبا هذا الشيء ما كيم قليل كما بقى كيتقال. انا الا بغيتي تسمع هاد الشيء طلع سيدي مومن اناسي تشاهوك حي مولاي الشيط كاع هادو كيقولوا هاد الهضره، ما في مدينه قليل هادشي. ورجعنا لكم الجديد مشاهدينا الكرام، وكيف ما تابعنا كلمه مطنق كيعنيو بها المغاربه المكلخ ولا البليد، ولا هو الانسان اللي ما كيستوعبش الكلام اللي موجه ليهم. هكذا كنكون وصلنا لنهايه هذا العدد، كنضرب لكم موعد جديد مع كلمه جديده في حلقه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه.